تخيل إنسان ممكن يجيب ناس يعذبهم قدام الكاميرا، وتخيل الأغرب إن في ناس بتدفع فلوس عشان تتفرج على التعذيب ده في بث حي. القصة دي بتاعت بيتر سكالي، واحد من أشهر المجرمين على الدارك ويب. حجم الإنترنت المستخدم بشكل طبيعي ما بيتعداش 10% من القوة الإجمالية للإنترنت. النسب الباقية متوزعة على الديب ويب والدارك ويب. وقصة بيتر سكالي ليها علاقة بالدارك ويب. بيتر سكالي من مواليد 1963، وكان مش متزن نفسيا، وكان معروف في بلده أنه من أشهر المتحرشين بالأطفال، وكان بيمارس الاحتيال والخداع والنصب. والسلطات الأسترالية قررت أنها تقبض على بيتر سكالي نتيجة لعدد كبير جدا من الجرائم، وكان عددها 117 جريمة، ولكنه قدر يهرب على الفلبين. وبعد استقراره في الفلبين استغل الحالة المادية المتدنية بشكل عام، وبدأ يكون تشكيل عصابي كبير متخصص في التحرش بالأطفال، وطبعا سرقة الأطفال وتعذيبهم. كانت بدايته على الدارك ويب، لما بدأ يقدم المحتوى بتاعه اللي هو عبارة عن فيديوهات تعذيب للأطفال ومجموعة كبيرة من الناس، ودي معروفة على الدارك ويب باسم الريد روم أو الغرف الحمراء. والريد روم دي عبارة عن مجموعة من الغرف الحمراء في موقع مشهور على الدارك ويب، وفي كل غرفة أو في كل لايف مفتوح بيتم تنفيذ عمل إجرامي من نوع ما، وتبدأ الناس تدفع فلوس أكتر عشان يشوفوا تعذيب أكتر أو يشوفوا حاجات إجرامية أكتر. وبدأ بيتر سكالي يكون فلوس كويسة جدا، واتشهر قوي لما طلع لايف على الريد روم وكان معاه طفلة عندها 18 شهر بس، وكان بيعذبها تعذيب قدام الناس. الغريب ان اللي كان بيتفرج عليه كان بيدفع فلوس زيادة علشان يشوف تعذيب اكتر. الغريب في الفلبين النوع ده من الفيديوهات موجودة كتير جدا هناك. فكرة الدارك ويب بتستخدم هناك بقوة. فكرة الاعمال المنافية للاداب او للاخلاق او للجريمة بتتم داخل الفلبين بطريقة عادية. وقدر بيتر سكالي يجند اتنين من صديقاته الفلبينيات، واحدة اسمها كارم وواحدة اسمها ليزال. الاتنين كان بيساعدوه في كل جرائمه، ان هم يخطفوا مع الاطفال او ان هم يساعدوه في التعذيب او ان هم بنفسهم يعذبوا الاطفال او يعذبوا الانسان اللي موجود معهم في اللايف بنفسهم قدام الناس. وكل اوصاف الفيديو اللي عملها بيتر سكالي على الدارك ويب ما ينفعش تتوصف، لانها فعلا صعبة جدا، مبنية على فكرة الاغتصاب او التحرش او التعذيب. وكان احيانا بيتم التعذيب لاكتر من يوم، يعني ممكن اللايف يفضل مستمر كذا يوم او يقفل ويكمل تاني يوم، والناس تفضل تدفع فلوس اكتر، والموضوع يوصل لمراحل اكبر. واخر فيديو عمله بيتر وكان سبب رئيسي في القبض عليه هو فيديو بعنوان تدمير ديساي، وده كان عبارة عن تحريض من بيتر لصديقته ليزال ان هم يجيبوا طفلة عندها 18 شهر وفضلوا يعذبوها بوحشية قدام الناس. وبالفعل صديقته الفلبينية عملت ده على الهوى، والفيديو ده كان سبب رئيسي في القبض على بيتر سكالي وتحول للمحاكمة. تم تتبع الموقع بتاعه وتم اعتقاله في 2015. وبعد التحقيقات اكتشفوا ان معظم الضحايا ماتوا، وبعض منهم مصاب اصابات خطيرة جدا، وبعض منهم لسه محبوس في البيت اللي هو كان بيعمل منه بث الفيديو. عدد التهم اللي وجهت لبيتر سكالي هي 75 تهمة، وتم محاكمته هو و40 من المساعدين بتوعه اللي كانوا بيصوروا الفيديوهات او بيمنتجوا الفيديوهات او بيساعدوه على البث المباشر على الدارك ويب. وللأسف لان الرشوة منتشرة في الفلبين وتحديدا في الجانب القضائي، فقدر بيتر ان هو يخرج من حكم الاعدام في 2017 ويطبق عليه حكم اخف. ومن كتر ما كانت قضية بيتر هي شغل للرأي العام، في برنامج مشهور اسمه 60 دقيقة استضافه وعمل معه حوار كامل. الغريب ان كانت رياكشنات بيتر وكل ردود فعله عادية ومش ندمان على اي تصرف عمله. وللأسف وسائل الاعلام هناك خايفة جدا ان يتم تبرئة بيتر سكالي، لانه للأسف وبالصدفة حصلت حريقة، وبالتالي اتحرقت أدلة كتيرة جدا تدين بيتر سكالي، وده بيدي احتمالية كبيرة انه يتخفف الحكم اكتر او يطلع براءة. الدارك ويب مليان اسرار وحكايات، ودي كانت قصة بيتر سكالي.